مثل داعش ومثل الخسرة ومثل كذلك القاعدة ومثل 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 وكلها وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هم مجاهدون في سبيل إبليس والله وتالله إنهم مجاهدون في سبيل إبليس. بالعكس هم يذبحون المسلمين ويسبون هذا جهادا وقد قتلوا من المسلمين أكثر مما قتلهم الكفار. فعلينا أن نحذر من هذه التوجهات وما شاكلها ولا نستمع إلى ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من بهرجة ومن انتصارات مزعومة يذبحون المسلمين ويحرقونهم وينحرونهم كما تنحر الجزر بل نحر الجزر أرحم. فهؤلاء مفسدون وليسوا مجاهدين ومن سماهم مجاهدين مهما ادعى المشيخة فإنه كذاب أشر ودجال من الدجاجلة. وعلينا أن نرجع إلى فتاوى علمائنا في هذه المسألة. تفضل.